يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبي قد أخذ قرضا ربويا فبنى شقتين فوق البيت بهذا المال، فهل يجوز لي ولإخوتي السكن في هذه الشقق، علما بأننا إذا لم نسكن فيها فإن أبي سيقوم بإيجارها لبعض الناس ويشغل هذا المال الربوي، فما الحكم في ذلك؟ الحكم في ذلك أنك تتجنبها وتستغني بالله عنها، وأما تصرف والدك هذا شيء في ذمته، هو المسؤول عنه بعد مناصحته. نعم.